طبعا تحدثنا عن التدريب الأول للمريخ بعد العودة للوطن، كان في عديد من المشاهد واللقطات وأيضا التصريحات. هنتابع في هذه المحطة تدريب المريخ بعد عودته لأرض الوطن. كان معسكر جيد وناجح بالنسبة لنا نحن عشان نقدر نبدأ إعداد جيد لمنافسات قوية. وزي ما الناس طبعا عارفة إنه هنستبدأ بمباراة مع منتخب مع فريق جيبوتي في البطولة العربية، وأتمنى إن شاء الله ربنا يوفقنا. الآن إحنا البرنامج بتاعنا ماشي إن شاء الله بشكل جيد، وعندنا يوم مباراة في مدينة بورسودان يوم الأحد، ومباراة هنا يوم 11 برضو منا. إن شاء الله نواصل في الإعداد بتاعنا إلى أن نسافر لجيبوتي لإكمال بقية الاستحقاق أو ستارت للاستحقاق. حديث جبرة والاستعدادات، المريخ مواجه باستحقاقات العربية وإفريقية وأيضا محلية، وربما فيها مراجعة أيضا للتواريخ، وهذه المواجهات بالتأكيد تحتاج لتركيز على اعتبار أنه النادي سيكون مواجه بأكثر من استحقاق في وقت واحد. كان لدينا أيضا محاولة استنطاق بعض النجوم في هذا التمرين، والحقيقة وافقوا لكن لتعليمات كانت صادرة لدائرة الكرة أنه في منع للتصريح. نحترم كما ذكرت نحترم كل سياسات الأندية التي تهدف للاستقرار، تهدف للتنظيم، فهذا تنظيم داخلي ولوائح لا نتدخل فيها، نعمل مهنيا مع كل الأندية للوصول.